السلام عليكم ورحمة الله. انتشرت مؤخراً أخبار وتسريبات عن كثير من التعيينات التي طالت أقارب مسؤولين في الدولة. التعيينات بحسب التسريبات تراوحت بين موقع وكيل وزارة وصولاً إلى دبلوماسيين في السفارات في الخارج ومدراء مكاتب. المترقبون لاستعادة الدولة من قبل أطراف الشرعية كانت خيبة آمالهم كبيرة، فيما استفاد المتحمسون للانقلاب من هذه التسريبات لتعزيز الطرح بأن البديل عن سلطة الانقلاب ليسوا سوى مجموعة من اللصوص والنفعيين، في حين لم يصدر عن الحكومة أي موقف ينفي أو يؤكد هذه الأخبار. للنقاش حول حقيقة الفساد الإداري الذي طال المؤسسة الحكومية سيكون معنا من الرياض معالي وزير الشؤون القانونية الدكتور نهال العولقي، وعبر السكايب من جنيف الصحفي نبيل الأسيدي، وكذلك من صنعاء أستاذ علم الاجتماع الدكتور عادل الشريبي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي عبر السكايب من جنيف الأستاذ نبيل الأسيدي. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية. مرحبا بك أستاذ نبيل. هناك من يقول بأن هذه التسريبات هي عبارة عن عمل ممنهج يستهدف الشرعية. ما هي مصلحة الصحفي نبيل الأسيدي بنشر هكذا معلومات، وما هي مصادرك؟ للأسف الشديد يعني الحديث عن هذه القضية أو ما يحدث من تجريف للوظيفة العامة من قبل حكومة الشرعية ما هو إلا تدمير ممنهج لمفهوم الدولة، ضرب من صداقية الحكومة والشرعية وعدالة قضيتها وموقفها، بل إنه ضرب لثورة 11 من فبراير المجيدة، الثورة الشبابية السلمية التي انقلبت والتي ثارت على الحكومة العائلية للنظام السابق نظام علي عبد الله صالح، وكانت إحدى أبرز الأشياء التي دعت الناس إلى الخروج، وهو مسألة التوريث، توريث الوظيفة وتوريث المنصب وتوريث الكثير من وتسليم الدولة إلى العائلة بكل مقدراتها ووزاراتها. نعم. الأمر الآخر يعني أنها مؤتمر الحوار في فقرات الحكم الرشيد. نعم أستاذ نبيل، حتى لا نتشعب، هناك من يقول بأن هذه العملية هي ممنهجة، والصحفي نبيل الأسيدي بصورة أو أخرى يحاول تشويه صورة الشرعية، ونحن نبحث هنا عن الحقيقة. ما هي مصادرك لهذه التسريبات والتعيينات التي تم نشرها بصفحتك والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي؟ لست أنا من يشوه صورة الشرعية، ولست أنا من يقود هذه الحملة الممنهجة لتدمير صورة الشرعية. ما يقومون به هم الذين يدمرون الشرعية ويدمرون قضيتها وموقفها وشرفها وفكرتها الرئيسية. هذه المناصب التي وزعت يعني من مصادري، هناك الكثير من القرارات نشرتها بالوثائق وأيضا المنح الدراسية بالوثائق. أنا هنا عبر هذا المنبر أتحدى أي مسؤول حكومي نشر عنه خبرا بأنه تم تعيين أحد أقاربه أو أبنائه أن ينكر ذلك. كل الوزراء في الحكومة، كل الوزراء لا نستثني منهم أحدا، إما مدراء مكاتبهم إما أبنائهم أو من أقاربهم من الدرجة الأولى أو أزواج بناتهم، هذه معلومة لم تعد خافية على أحد. الموظفين في مكتب رئيس الوزراء كلهم من أبناء المسؤولين والوزراء وغيرهم. هناك تقاسم واضح في السفارات، إذا يعني قد استلموا مناصبهم وأعمالهم في السفارات، هل هناك أكبر من دليل أن يأتي شخص ويستلم عمله في سفارة معينة؟ نعم. الأمر أصبح واضحا للجميع، لم يعد لكن الحكومة الشرعية. نعم أستاذ نبيل، الحكومة الشرعية إلى الآن لم يصدر منها أي تأكيد على هذه التعيينات أو قرارات، وأنت أيضا ما نشرته لم نرى وثيقة معمدة من قبل الحكومة الشرعية أو من رئاسة الجمهورية أو بقرار الجمهورية بهذا الشأن. للأسف الشديد هناك قصور في مسألة المتابعة. لو تابعتم ما نشرته تحت هاشتاج اللهم لا حسد خلال الفترة الماضية منذ سنة وأنا أنشر، لكن هناك تفاعل في المرحلة الأخيرة. نعم. لكن القرارات نشرت بكثير من القرارات نشرت بصورها وأيضا بالكشوفات المنح الدراسية اللي كانت في مصر وفي كندا وغيرها، بالإضافة إلى أننا أنا اتخذت ثلاث طرق. أولا هي وجود قرار، صورة القرار، إما أن أقوم بنشره أو أقوم بالتأكد من المعلومة من خلال
وجود الصورة لدي، ولا أنشره حتى لا تتضح الجهة التي قامت بإخراج هذا المصدر. الأمر الآخر إما هو استلام المعين لقراره والبدء بعمله، لا يحتاج الأمر إلى برهان. الأمر الثالث في التأكد من المعلومة هو أكثر من 5 مصادر مختلفة تؤكد هذه المعلومة. من كان لديه حق، من قال أو تجنيت عليه، هناك القضاء وأنا مستعد للمثول أمام القضاء. نعم. ومحاكمتي إذا كان هناك أي تزوير أو تجني على أحد ممن ذكرتهم. نعم. طيب أستاذ نبيل، هناك من يقول بأن بعض المعلومات ليست دقيقة. أنا أضرب لك على سبيل المثال، هناك من نشر من أقارب الدكتور عبد الله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وأنكر حقيقة توظيفه في أي مؤسسة كما نشرت، وأنت أيضا لم تعلق ولم ترد من يعني على صحة هذا التعيين. أستاذ نبيل هل تسمعني؟ طيب إذن يبدو أنه الأستاذ نبيل لم يسمعني، ونشرك معنا في الحديث من صنعاء أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عادل الشريبي من صنعاء. مساء الخير دكتور. أهلا، مساء النور. أهلا ومرحبا بك دكتور. في البداية، صحة أخبار التسريبات حول الفساد في الوظائف، أنت كمتابع لهذا الموضوع ونشرت العديد من التعيينات التي يعني تمت في مؤسسة الشرعية، ضعنا بصورة من أين حصلت على هذه المعلومات، وأيضا كيف تعلق على سلوك الإداري في ظل حالة الحرب، حالة المجاعة، الناس بلا رواتب؟ نعم، بالنسبة لي ما نشرته هو إعادة نشر من صفحات بعض الصحفيين الذين يتابعون القرارات ويتابعون سلوك السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس ورئيس الوزراء، ونحن نعيد نشرها. لكن صحيح أن هناك بعض القرارات ربما لم يعلن عنها، ونحن عرفنا قرارات كثيرة سواء في المؤسسة العسكرية أو في الخدمة المدنية لم يعلن عنها، حتى عندما كان الرئيس هادي في صنعاء قبل أن يخرج من صنعاء إلى عدن وقبل أن يتوجه إلى الرياض. وبالتالي فهذا عيب أساسي من عيوب السلطة الشرعية، بأنها تصدر قرارات ولا تعلنها، لا سيما أن الصحيفة الرسمية لا تنشر هذه الأيام. فبالتالي هذا سلوك مشين يجعل هذه السلطة استمرار للنظام العائلي السابق. نحن نعرف أن الدولة تدار بشكل عائلي، والتعيين في الوظائف العليا يتم من قبل الرئيس ومن قبل الوزراء، وبالتالي فيغيب مبدأ التنافس. مبدأ التنافس مبدأ مهم في العملية الديمقراطية، تنافس في تكافؤ الفرص، لا سيما الآن هذه الدولة تتضخم في الخارج، وكما أشرت أنت بأن الموظفين لم يستلموا مرتباتهم منذ شهر أكتوبر 2016، الآن 8 أشهر، يحمل ميزانية الدولة أعباء كبيرة جدا، ما تحصل عليها اليمن من مساعدات ومن قروض يذهب لتمويل هذه الوظائف. نعم. التي هي وظائف. طيب. اليمن ليست بحاجة إليها في معظمها ليست بحاجة إليها اليمن. نعم دكتور عادل، كما تعلم ربما يعني هذا الفساد أو هذه التعيينات تلقاها الجميع من منظورين، يعني أن تكون هذه التعيينات من قبل من كانوا يعني مسؤولين في الدولة سابقا وأصبحوا الآن مسؤولين في الدولة حاليا ربما يتغاضوا عنها، أو ربما ينظر لها بمنظور آخر بصفة أنهم ربما متورطين بهكذا تعيينات، لكن أن تنخرط الأحزاب اليسارية من كانت تتغنى بالطبقات الفقيرة والمسحوقة وتتهافت على هذه الوظائف وتقوم بتوظيف أقاربها ويعني من هم محسوبين لها في هذه الوظائف، كيف يمكن أن نصف هكذا تحول أو هكذا سقوط ربما البعض يقول؟ هذا سلوك غير مقبول من أي من القوى السياسية وأيا كان الشخص الذي يمارسه، لكن في المقام الأول الذي يتحمل وزر هذه التعيينات هو رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الرب منصور هادي، لأن هذه القرارات تصدر من قبل رئيس الجمهورية. نحن نعرف أن الوكلاء المساعدين والوكلاء والسلك الدبلوماسي بكل وظائفه لا تصدر قرارات التعيين إلا بالرئيس الجمهورية، فكيف يقبل رئيس الجمهورية بأن يفرض عليه هؤلاء
مرشحين معينين دون الخضوع لمبدأ التنافس وتكافؤ الفرص. أنا أشرت مثلا إلى تعيين أنيس منصور ملحقا ثقافيا في فرنسا، وأشرت إلى أن هناك أعلام كان هم أحق بهذا المنصب مثل الدكتور علي محمد زايد الذي عاش حياته باحثا في فرنسا، وحبيب سروري ومصطفى الكبزي وغيرهم من الناس الذين يستطيعون فعلا أن يفهموا الثقافة الفرنسية ويفهموا المجتمع الفرنسي ويطوروا العلاقات الثقافية لليمن فرنسا. ولكن أن يأتي التعيين لمحسوبين على بعض النخب فهذا مشين. الشيء الآخر، عندما تشير إلى الأحزاب السياسية والقومية، صحيح هناك يعني بعض الأشخاص وليست سياسة أحزاب لكنها محدودة جدا، معظم الذين يعينوهم من أبناء شيوخ القبائل والنخب التقليدية والأحزاب التقليدية، إلى درجة أن أحد أعضاء الحزب الاشتراكي ربما طلب منه أن يقدم استقالته من الحزب من أجل أن يعطى منصب وكيل وزارة. فهم لا يعطوا الأحزاب، هم يعطوا أشخاص، وبالتالي فالسياسة سياسة علاقات زبائنية بين رئاسة الجمهورية وأشخاص وليس أحزاب. نعم دكتور، ألا تعتقد بأن الانقلاب ساهم بصورة مباشرة بهذا الفساد الحاصل الآن في التعيينات بمؤسسة الشرعية بسبب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الجهاز القضائي، كل أجهزة الدولة، أيضا بما في أيضا البرلمان، كلها تحت سلطة الانقلاب، وهي ساهمت بصورة أو بأخرى في ترك المجال مفتوح أمام هؤلاء لممارسة فساد من نوع يعني بأشكالها المختلفة؟ أبداً أنا لا أوافق على ذلك بأنه الانقلاب سبب رئيسي في ذلك، ولكن الانقلاب أيضاً يمارس الفساد هنا في صنعاء، والسلطة الشرعية تمارس الفساد في الخارج وفي الرياض وعندما تتواجد في عدن. لا يمكن القول بأنه الانقلاب دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار مثل هذه القرارات، لا أبداً، لكن هناك مسؤولية لجناحي الانقلاب صالح والحوثي في الفساد وفي تغييب الدولة وفي إذابة مؤسسات الدولة وتحل محلها مؤسسات غير شرعية، ميليشيات ولجان شعبية إلى آخر ذلك. نعم. فكل منهما مسؤول عن الفساد بشكل منفرد، فلا يمكن أن نحمل أحد وزر الآخر. نعم. طيب دكتور، وأيضا الأستاذ نبيل الأسيدي تكرموا بالبقاء معي، نذهب الآن لمتابعة هذا الاستطلاع المصور عن فساد التعيينات العائلية في مؤسسات الدولة، ومن ثم نكمل النقاش. الناس يعني خرجوا رافضين لنظام التوريث ونظام التوظيف علي عبد الله صالح، من يعني يبحث حول الفاسدين، يبحث حول المرتشيين، يبحث كذا. الناس قاموا ثورة، أجاء من يمثل الثورة يمارس نفس الأسلوب، وهذا مرفوض. أجاءت المقاومة والناس ضحوا وقدموا تضحيات، وأجاءت الطريقة هي نفسها في التعيينات. الناس يرفضوا هذه الأصناف، لكن إنه الناس الآن في مرحلات مواجهة عدو خاص، الناس قابلين بما يعني بمضض هذه التعيينات ولن يقبلوها. هو لابد من التغيير في المكاتب الإدارية، لكن يجب إنه التغيير لا يكون بشكل أسري. نحن خرجنا ضد التوريث، ضد الأسرية، ضد هذه الاستئثار بالمناصب الإدارية والحكومية، فلذلك لا يجب أن نعالج الخطأ بخطأ. في عام 2005 تم الاتفاق على أساس درجات للمهمشين، اليوم تبع البلدية، تبع النظافة، تبع الصندوق، وطبعا العامل كله 20 سنة 15 سنة 10 سنوات، لما تجي الدرجات والوظائف فجأة قالوا له انتقد سنك كبير. طيب هذا يعول أسرة ودى دم قلبه، ويمكن الشمس هذه أحرقته سنين، نشفت جسمه، في النهاية تجي تقول له روح تروح تدي لي موظفين، ما أدري لقدوا موظفين. اليد العاملة هذه ما حد عارف قدرها أبدا. في معايير كثيرة للتوظيف، منها الخبرة، الكفاءة، هي مش المحسوبية فقط، يعني مسألة أصبحت الآن التعيينات الأخيرة التي حصلت الآن حصلت بمحسوبية وبفلان قريب فلان قريب فلان قريب الوزير الفلاني قريب عارف ايش. هذا كلام مش مطلوب الايام هي بالذات. احنا قمنا ثورة علشان الموضوع هذا، علشان المحسوبيات والشغلات هذه اللي منه، انما نكررها الان بشكل.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا هذه الآراء وربما الجميع هناك أيضا استياء واسع وشديد من قبل ما يمارس من يعني تعيينات في الوظيفة العامة بمؤسسات الدولة. أعود عبر السكايب للأستاذ نبيل الأسيدي من جنيف. أستاذ نبيل، كنت قد سألتك قبل أن ينقطع بك الاتصال حول ما نشرته بخصوص أحد أقارب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وهو تحدث في صفحتك وأنكر ما ادعيت. صحة ما نشرت؟ وأيضا هل هو فعلا هذا المعلومات التي نشرتها استقيتها من معلومات مؤكدة وصحيحة؟ نعم، أنا أولا نشرت أن ابن أخته مديرا عاما لسكرتارية في مكتب رئاسة الوزراء، ولم أذكر أنه في مكتب رئاسة الجمهورية، ولم أقول هذا الكلام. نعم. أن فئة من أحدهم، وليس لا من العليمي ولا حتى من مدير عام سكرتارية، يأتي مدير عام سكرتارية ويقول أنا لست ابن أخت فلان الفلاني في رئاسة الوزراء. أما أتى هو شخص قال أنه تواصل مع العليمي وقال له أنا لا يوجد معي ابن أخت موجود موظف معايا في رئاسة الجمهورية، وهذا المعلومة صحيحة. ليس لديه أحد في رئاسة الجمهورية ابن أخته، لكن في رئاسة الوزراء مديرا عاما لسكرتارية، المنصب واضح جدا. فيما يخص أيضا يعني نحن نتناسى أكثر من 100 قرار نشرته لأولاد الوزراء وإخوانهم ويعني وفي قرارات هناك واضحة جدا، 10 وكلاء لوزارة الإعلام، ما الذي نحتاجه من هذا الشيء؟ 36 يعني مستشارا تم تعيينهم في في سفارتنا في الرياض، أيضا 16 مستشارا موجودا في سفارتنا في المغرب، وبينهم شقيق أحمد بن مبارك المدير السابق لمكتب الرئيس، أيضا بن وزير المغتربين ملحق يعني بن ملحق، وأيضا بن وزير الصحة ملحق مغتربين في قطر. كثير من هذه التعيينات، بن النقل المخلافي تم تعيينه وكيلا. نعم. لوزارة التخطيط. أيضا هناك تعيينات أيضا أكثر. نعم. من 20 وكيل لمحافظة تعز، أكثر من 10 يعني أكثر من 24 وكيل لوزارة الإدارة المحلية. هذه التعيينات. نعم. هل طيب تريد الشرعية؟ القرارات التي صدرت من رئاسة الجمهورية وهي قرارات حكومية قد وصلت إلى الجميع والجميع يعني يعرفها، ربما هناك أيضا يعني حبينا نتأكد من صحة المعلومات التي لم يصدر حتى الآن أي قرار جمهوري رسمي بها ولم تتحدث عنها الحكومة بالتأكيد أو بالنفي. اسمح لي أن أعود إلى صنعاء مع الدكتور الشرجبي. دكتور عادل، المعايير المهنية لشغل الوظيفة العامة ما هي؟ دكتور عادل، نظرنا الى نعم انا نعم. اسمعك وارد عليك حاليا. نعم. اذا نظرنا الى المنظومه التشريعيه المنظمه للوظيفه العامه، نجد ان الدستور ينص على عدم تسخير الوظيفه العامه لصالح حزب او جماعه سياسيه او قبيله الى اخر ذلك. فيما يتعلق بالقوانين الاخرى، للاسف الشديد في ظل النظام العائلي السابق تم صياغه القوانين بما يؤدي الى بناء دوله عائلية ودولة قائمة على شبكات الموالاة والاستزلام. فبالتالي أعطى رئيس الجمهورية أن يعين الوكلاء والوكلاء المساعدين ورؤساء الهيئات وأعضاء السلك الدبلوماسي إلى آخر ذلك، وبعض هذه الوظائف لم يضع لها شروط، مثلا الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم. لا نجد هناك في قانون الخدمة المدنية، وهذه وظائف تنفيذية وليست سياسية كالوزراء، لا نجد ما ينظمها من شروط الخبرة وعدد سنوات الخدمة. فبالتالي المنظومة التشريعية المنظمة لشغل الوظيفة العامة فيها خلل، لكن نحن نعاتب هنا الرئيس عبد الرب منصور هادي والسلطة التنفيذية القائمة حاليا بأنها سلطة ثورية، وبالتالي كان ينبغي أن تراعي على الأقل أو تلتزم بالأخلاق إذا لم يكن المسألة فيها شروط قانونية. يعني تصور أن هناك وكلاء وزارة من الذين يمارسون الآن المهام ويظهرون في الإعلام لم يسبق له أن خدم في جهاز الدولة اليمنية يوما واحدا، وعين مباشرة وكيل وزارة. فهذا اختلال. وهؤلاء الذين نشر حولهم الأستاذ نبيل الأسيدي، كثير منهم أيضا لم يسبق لهم الخدمة في جهاز الدولة، فيما آخرين ظلوا سنوات طويلة ويمتلكون وعالات، وكثير منهم يمتلكون ماجستير والدكتوراه ولم يستطيعوا الترقي في جهاز الدولة. كان سابقا جهاز الأمن السياسي هو الذي يرشح للمواقع العليا. أعتقد الآن هناك المعايير أيضا لم تختلف كثيرا، هو
وأن معايير الولاء الشخصي والمحسوبيات هي القائمة حاليا وليست معايير قانونية. نعم. طيب دكتور، الموانع التي يعني من خلالها يمنع أقارب المسؤولين أو من هم في السلطة الشرعية من توظيف أقاربهم؟ لا يوجد، هو في الحقيقة لا توجد معايير في المنظومة القانونية اليمنية، لا توجد. نعم. يعني من حقهم، وهناك البعض من موالي كبار المتنفذين والوزراء من يقول هذا من حقه أن يعين مثله مثل أي مواطن. نحن نقول هذا صحيح، من حقه أن يعين، ولكن أن تخضع التعيين للتنافس وتكافؤ الفرص، وأن يتم اختيار الشخص المؤهل والشخص القادر على إدارة هذه الوظيفة. ونحن نعلم أن الدول الديمقراطية فيها هناك ما يسمى باللجان شرها القضائية للفصل في التعيينات العليا. نعم. لا تعين بأمزجة ولا تعين وفقا لرغبات شخصية. مؤسساتنا حاليا لا تقوم بأداء وظائفها بما يخدم المصلحة العامة والتنمية، بل تدار المؤسسات بما يخدم رغبة الحاكم، لأنه هو الذي بيده حق التعيين وحق العزل. نعم. ومن هنا يحاول كل شاغل وظيفة أن يرضي رئيس الجمهورية بدلا من أن يعمل على تحقيق المصلحة العامة وتحقيق التنمية. وهل لو لم يكن يعني والدهم أو أقاربهم مسؤولين سيحصلون على هذه المناصب ويتم ترشيحهم لذلك؟ على الإطلاق هذه علاقات ولاء شخصي بين النخب. وللأسف الشديد عندما تراجع بعض الوثائق التاريخية نجد أن النخبة لم تتغير منذ العثمانيين، لأن الوظيفة العامة قامت على الوراثة بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن هنا فنجد أن بعض الأسماء تتكرر من الجد حتى الأحفاد الآن، وهؤلاء هم مسيطرين على الوظيفة العامة وعلى جهاز الدولة، ولم يحصل نوع من الحراك الاجتماعي. الناس تعلموا وتدربوا وحققوا إنجازات في مجال اكتساب خبرات، ولكن لم يتح لهم المجال للوصول للوظيفة العامة، والوظيفة العامة ظلت كما هي محتكرة للمتنفذين. نعم. على علاقات الولاء الشخصي. نعم. طيب دكتور، تكرم البقاء معي، يعود لي الأستاذ نبيل الأسيدي عبر السكايب من جنيف. أستاذ نبيل، ردود الأفعال من قبل الحكومة الشرعية أمام الحملة التي قمت بها تحت هاشتاج اللهم لا حسد، هل وجدت أي تجاوب؟ هل هناك أي تواصل معك تنفي أو تؤكد ما تنشر؟ التواصل طبعا تأكيدات كثيرة، يعني مصادره هي طبعا من الكثير من الحكومة ومن غيرهم، ولدي العديد من المصادر. الحكومة للأسف الشديد هي لا تمهل، تقول لا، يعني هي تسير وفق قاعدة أنه سيكون هناك ضجة يوم يومين وسيسير الأمر والقرار، وأيضا يعني وسينتهي كل شيء. هم يعتمدون على أننا بلا ذاكرة وأننا مستعدون أن يعني أن ننسى ما يقومون به، بالإضافة إلى أنهم يريدون تحوير القضية. وصلتنا كثير من الاتصالات، لماذا لا تتحدث عن الانقلابيين، ولماذا تتحدث عن الخارجية ولا تتحدث عن الفساد في مكان كذا، والذي يقول لك أنت لا تتحدث عن الجنوبيين وأنت لا تتحدث، كل يريد أن يدير المعركة. نعم. بطريقته. نعم. هناك شيء مهم أريد أن أقوله، هل تريد تفضل. الشرعية من خلال هذه المناصب، هل تريد أن تتساوى مع ميليشيات؟ مع هذه الميليشيات انقلبت على السلطة واستولت على الدولة بقوة السلاح، ليس لها أي التزامات. طيب. قانونية أو دستورية ولا حتى أخلاقية. طيب. ولذلك فهي أستاذ نبيل، معذرة سأعود إليك توضح هذه النقطة، لكن اسمح لي الآن معنا وزيرة الشؤون القانونية حتى تجيب لنا على كل التساؤلات وعلى كل ما تم نشره، ونرى وجهة نظر الحكومة الشرعية. تنضم إلينا الآن معالي وزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي. مساء الخير أستاذة نهال. أهلا، مساء النور، حياكم مرحبا. الله، تحية طيبة لمشاهدي ومستمعي قناة بلقيس، أهلا بكم. مرحبا بك دكتورة. في البداية، صحة ما تداولته المواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحفيين من قادوا هذه الحملة بصحة التعيينات التي تمت في الحكومة الشرعية؟ عن أي تعيينات تتحدث؟ هناك تعيينات كثيرة في السلك الدبلوماسي، في الوزارات كمدراء عموم، كوكلاء، إلى غير ذلك. طبعا أنت تعرف بعد الانقلاب الحوثي صالح على السلطة وعلى الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة وعلى الأجهزة التنفيذية كافة وعلى كادر الدولة، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب،
يعني أضحت الحكومة الشرعية رموز بدون مؤسسات وبدون أجهزة. فهنا طبعا أتى الاحتياج الكبير للكادر. نحن نريد أن نعوض الكادر الذي يعني لم يستطع يعني شريحة كبيرة منه المجيء الى او الانضمام الى السلطة. معالي الوزيرة يعني تحت ترهيب الحوثي. نعم معالي الوزيرة، معذرة على المقاطعة، وهل يتم استبدال هذه الوظائف الشاغرة بأبناء المسؤولين وأقاربهم وأصدقائهم؟ بالتأكيد لا، ولكن نحن نعلم أنه من تمكن من الخروج مثلا من صنعاء هم يعني قلة، ليس يعني بالعدد الكبير. يعني نحن فعلا يعني على مستوى وزارة الشؤون القانونية مثلا أنا بحاجة لكادر وزارة الشؤون القانونية كامل الموجود في صنعاء، ولكن لا أستطيع حتى التواصل معهم. مجرد أن أتواصل معهم يتم تهديدهم بالفصل من العمل وخصم الراتب وكذا، فهم واقعين تحت ترهيب شديد. نعم. لا يستطيعون التحرك حتى أو الخروج من صنعاء. لكن هناك مئات وآلاف الكوادر الدكتورة، يعني معذرة على المقاطعة مرة أخرى، خارج الوطن، متواجدين في الرياض، متواجدين في بقاع بلدان العالم، ومن لديهم الكفاءة والقدرة على شغل هذه المناصب. بالتأكيد، وهؤلاء تم استيعاب الكثير منهم الآن موجود في كادر الدولة، يعني تم استيعاب الكثير منهم. أنا لم أطلع على هذه على الصحف والحملات التي تحدثت عن توظيف أبناء المسؤولين أو كذا. قد يكون هناك حالات يعني شاذة قد حصلت، ولكن هذا لا يعني أن الكل من تم استيعابهم في إطار الوظيفة العامة في الحكومة الشرعية هم من أبناء المسؤولين. هذا كلام غير دقيق. نعم غير دقيق، ولكنك لم تنفيه بالصورة الصحيحة. طيب دكتورة نهال، أيضا 70% من المناطق المحررة، عدن والمحافظات الجنوبية بأكملها، مأرب، الجوف وتعز، الكثير فيها يعني مناطق محررة، وهناك الكوادر من ينتظرون حتى رواتبهم، ليست وظائف حتى جديدة، ونرى الوظائف تذهب لأقارب المسؤولين، وهناك نقمة كبيرة من الحكومة، الناس تسكب الدماء في الجبهات، والمسؤولين يوظفون أبنائهم وأقاربهم وأصدقائهم. نحن لا يشوف الموجود خارج البلد هو أيضا يتعرض لنفس الوضع الذي موجود فيه ابن اليمني في داخل البلد. الموجودين في خارج البلد هم لا يجدوا حتى يعني القوت. تعرف في حالات كثيرة، يعني حالات إنسانية حتى موجودة هنا في الرياض وفي غيرها، في القاهرة، في عمان، في هناك يعني من موظفي الدولة من لم يجد ما يأكله هو وأفراد أسرته، وهؤلاء كلهم يعني أغلبهم تم استيعابهم. نعم. يعني نحن أيضا نحاول أن نوازن، وما هم موجودين في الداخل طبعا. شوف أنا لن أتحدث عن موضوع المرتبات أو كذا لأنه هذا لا أعرف أنا عنه تفاصيل، ولكن كل ما أعرفه أن هي المعالجة الآن، يعني هناك نحن الآن في طور المعالجة لهذا الأمر، كشوفها تقريبا جاهزة للموظفين، فقط بحاجة إلى يعني دفعة مالية قد تأتي في غضون أيام قليلة. نعم. طيب معالي الوزيرة، إذا وقفنا على أرقام من الأرقام التي تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، تم توظيف قرابة 350 شخص في مركز الرياض ومركز جدة، أغلبهم من أبناء المسؤولين وبرواتب تتراوح ما بين 5500 سعودي إلى 11000 سعودي، عدد من أحفاد الرئيس هادي، أولاد وزير المغتربين، أولاد القائم بأعمال الأعمال زين القعيطي بالسفارة في الرياض، عدد من أقارب مدير مكتب الرئيس عبد الله العليمي، القيادي في المقاومة محمد مقبل الحميري، نجل اللواء عبد الحذيفي، أولاد وزير باعوم، أولاد القنصل عبد الخضير، الكثير من الأسماء والعوائل ذكرت في هذه الموضوع الذي تم نشره. صحة هذه الأرقام، وكيف يمكن لكم أن كجهة رقابية بوزارة الشؤون القانونية أن توقفوا مثل هذا العبث الذي يستاء منها الجميع الذين لا زالوا يبحثون عن عودة الدولة؟ نعم، أولا يعني يجب أن تعرف نحن في وزارة الشؤون القانونية لسنا جهة رقابية، نحن نختص بالتعيينات من درجة مدير عام وما فوقها. في هناك يعني في مجالات أخرى، التوظيف في مجالات أخرى هذا لا يعنينا، في مراكز التي ذكرتها وكذا. نعم. لا يدخل ضمن نطاق اختصاصنا ولا سلطاتنا، ولكن وأنا أريد هنا فقط أن أؤكد مسألة، أن أخذ استقاء المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي
هذا أمر يعني غير صحيح بالمرة. نحن نعرف هذه يعني هذه يعني هذه 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 الوظائف كاذبة محل الوزيرة محل ما نشر المناكفات السياسية نعم مع الوزيرة نعم. ما نشر تكذبي؟ ليس في تفاصيل لا أعلم عنه شيء. طيب الوظائف من وزراء عموم إلى وكلاء وزارات إلى في السلك الدبلوماسي ليس لكم اطلاع بوزارة الشؤون القانونية عن هذه التعيينات؟ هذه التعيينات نعم لدينا اطلاع عليها وأنتم أقريتموها وهي صحيحة. في كثير منها نحن أقريناها نعم وهي صحيحة ونحن نراعي الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلد. هناك يعني حرب ما بين شرعية وانقلاب وهناك تراعونها يعني بتوظيف أقارب المسؤولين الدولة. هذا الكلام غير دقيق. أنا لا أعرف أنت أتيت بمعلومات من صحف ومن مواقع تواصل اجتماعي وتريد أن تثبتها كحقائق. أنا لا أريد أثبتها. معالي الوزيرة نحن حرصنا أن تكوني معنا حتى نتأكد من صحة ما نشر، هل هو صحيح أم هو كاذب؟ لأن الحديث بدأ بشكل كبير جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي والناس يتحدثون ليل نهار حول هذه الجزئية، ومن الطرف الانقلابي يستغل هذا الموضوع بيقول بأن هذا الوجه أسوأ من وجه الانقلابيين. أنا قلت لك في بداية حديثي أنه قد تكون هناك حالات قد حصلت، ولكن لا يعني أن كل من تم استيعابهم في إطار الوظيفة العامة في الحكومة الشرعية هم من أبناء المسؤولين. هذا كلام غير صحيح بالمرة. نعم. طيب الآن البعض معالي الوزيرة يتحدث نحن الآن بحاجة إلى حسم عسكري ولا داعي لهذه التعيينات، ما رأيك؟ التعيينات هي اقتضتها الضرورة من أجل تسيير عمل الدولة. نحن بحاجة لكادر. أنا لو أقول لك يعني في وزارتي أعتمد على 4 أشخاص في الرياض وهناك يعني طاقم محدود الكادر والتأهيل في عدن وبعض المحافظات المحررة وهناك مشاكل كثيرة في المناطق المواجهات مناطق الصراع، وناهيك عن المناطق التي خاضعة بالكامل لسيطرة الحوثيين، فنحن بحاجة إلى كادر كبير. ولكن نحن أيضا هناك عشرات الوكلاء معالي الوزيرة عشرات الوكلاء الذين تم تعيينهم نعم معالي الوزيرة عشرات الوكلاء من تم تعيينهم هم الآن خارج الوطن يستلمون الراتب ولا يوجد لهم أي تحرك لا داخليا ولا خارجيا. أنا لا أعلم إذا كان هناك من الوزراء من يعني يرفع بترشيحات لوكلاء ولمدراء عموم ثم لا يستفيد منهم ولا يستعين يعني يستفيد من قدراتهم، لا أعلم، ليس لدي تفاصيل. نعم. طيب معالي الوزيرة من تم تعيينهم الآن هل قراراتهم صحيحة؟ هل مؤهلاتهم يحق لهم أن يصلوا إلى هذه الدرجات الوظيفية في رأس الدولة؟ طبعا شوف هذا الكلام هذا السؤال يوجه لوزير الخدمة المدنية. نعم. ليس هو من اختصاصي أنا أن أطابق شروط الوظيفة العامة. نعم. ومع ذلك أنا أتحرى يعني من منطلق مسؤوليتي وحرصي على الدولة وعلى عدم تضخيم يعني جهاز الدولة حتى لا يصبح يعني عندنا تشوهات وتصير المعالجات معقدة في المستقبل. أنا أحرص يعني بشكل كبير على أن يعني أطلب من المعنيين تقديم وثائق قبل إعداد القرار التعيين. منها المؤهل والبطاقة الوظيفة العامة لأن أغلبهم منتسبين هم أغلبهم موظفين في الدولة يعني مش خارج. طيب خارج نعم معالي الوزيرة يعني تكرما منك ابقي معي أسمع وجهة نظر الدكتور عادل الشرجبي وتعليقه على ما طرحتي. دكتور عادل الكلمة لك تفضل. نعم شكرا للدكتورة نهال العولقي، وبالمناسبة يعني أنا أريد أن أشير أيضا إلى قضية في تعامل وسائل الإعلام الرسمية مع بعض المسؤولين والذين تم تعيينهم و وصفهم بلقب دكتور في الوقت الذي لا يحملون شهادة دكتورة ولا حتى شهادة من كلية الطب أو الكليات المناظرة لها. طبعا لا أقصد بذلك الدكتورة نهال الأولقي، الدكتورة نهال الأولقي معروفة أنها دكتورة، ولكن هناك أشخاص يعني يشار إليهم بالدكتور وبعضهم عينوا في وكلاء وفي مناصب أخرى وليس لهم من هذا اللقب أي حظ. هذا أولا. نعم. الشيء الآخر أنا أستغرب أن الحكومة يبدو أنها طاب لها الجلوس في الرياض بدلا من أن تعمل على العودة إلى عدن والعودة إلى اليمن بالتالي، والأمل على أن تسعى هي إلى أن
تعود إلى اليمن في أقرب وقت هي تسعى إلى أن يذهب إليها الموظفون وتشكل كادر في الخارج. أعتقد عمل الوزارات في الخارج هو عمل سياسي في المقام الأول وليس تنفيذيا. المناصب التي يعين فيها تنفيذيون ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون كل هؤلاء الوكلاء؟ السفارات التي عين فيها أشخاص مستشارون وبدرجات قنصلية ودبلوماسية كثيرة في الوقت الذي لا يمارسون فيه أي عمل، أحيانا يعين في سفارة في أي دولة وهو مقيم في الرياض حتى لا يذهب إلى هذه الدولة. نعم. فبالتالي أنا أعتقد أنه هذا غير مبرر. الأمر الآخر فيما يتعلق بأنهم يستوعبون الناس لأن ظروفهم سيئة، يمكن أن يستوعبون بمساعدات وليس بوظائف. شكرا لك دكتور. مساعدات. نعم. مساعدات لمن هم موجودين بالخارج، يعطوهم من 500 ريال سعودي شهريا، لكن أن يعطوه وظيفة وتصبح استحقاق له بعد العودة فهذا أمر أنا أعتقد لن يسكت الشباب اليمني الذين قاموا بالثورة، ونحتفل بحقنا في محاكمة الوزراء وفي خلع هؤلاء من المناصب التي عينوا فيها دون ويحق. أشكرك جزيل الشكر أستاذ علم الاجتماع الدكتور عادل الشريقي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وقبل أن أعود للأستاذ نبيل وأيضا لمعالي وزير الشؤون القانونية، سنذهب لمتابعة هذا المادة المعلوماتية الذي أعدها الزميل وديع عطاء عن معايير شغل الوظيفة العامة وأبرز المآخذ على التعيينات الحكومية في الوقت الراهن. نتابع. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عودة أخيرة لمعالي الوزير شؤون القانونية دكتورة نهال العولقي. دكتورة نهال، إذن كما تحدث الدكتور عادل الشرجبي، كيف يمكن إيقاف هكذا تعيينات وأيضا مسؤوليتكم أنتم في وزارة الشؤون القانونية أمام اليمنيين أولا وأمام التاريخ في عدم تمرير مثل هكذا تعيينات ربما يصفها الكثير بأنها باطلة ولا يصلح أن يشغلوا هذه الوظائف؟ طيب أنا أولا يعني بصراحة أقول لك أن التعيينات المتعلقة بالسلك الدبلوماسي ليس لنا أي علاقة بها. نعم. ولم تمر على وزارة الشؤون القانونية، هذا فقط للعلم. نعم. يعلم كل المستمعين والمشاهدين ليس لنا علاقة بالتعيينات السلك الدبلوماسي. أيضا التعيينات العليا يعني التي تصدر بقرارات جمهورية أيضا هي خاضعة لتوافق سياسي وليست لشروط الوظيفة العامة، وهي أيضا يعني ليس لنا فيها أي يد يعني طولة. نعم. نحن مجال يعني هي التوظيف بالمحاصصة. دكتورة نهال، بالمحاصصة
بين المسؤولين، بين الأحزاب، بين لا أقول بالمخاصصة، ولكن أنا أريد أن أصيبك بأن نحن الآن نمر في يعني نحن الآن في مرحلة دقيقة جدا. نحن الآن في صراع عسكري، صراع يعني سياسي. هناك يجب يعني التعيينات خصوصا في المناصب العليا للدولة سواء في السلك المدني أو العسكري هي يجب أن تخضع لتوافقات، لأن المرحلة كلها تحكم بالتوافق كما تعلم. نعم. مرحلة انتقالية محكومة بالتوافق السياسي. فهي نعم. تخضع بالأساس لتوافقات. وبالنسبة لنا نحن فقط يعني عملنا إجرائي جدا يعني ربما للتوثيق أو لاستكمال الإجراءات. نعم. فيما يخص طيب. باقي الوظائف، باقي التعيينات اللي علاقة بالمدراء العموم، هذه التي لنا السلطة عليها أكثرها أو ندقق فيها يعني ندقق فيها ونطلب الوثائق. طيب. طيب يعني نحاول ان نعم. نطلب معالي الوزيره نعم معالي الوزيره اودعك بسؤال اخير ربما أنا أريد معالي الوزيره اسمحي لي اجب على سؤالك نعم اجب على سؤالك نعم انا لست من انصار توسيع النطاق الوظيفه العامه خارج اطار الدوله نعم يعني نحن الان في مرحله استعاده الدوله نعم. أنا يعني لا أعرف هناك فعلا هناك من يلجأ إلى تعيينات وكذا قد لا يكون بحاجة إليها ولكن أنا في وزارة الشؤون القانونية حرصت كل الحرص على أن التعيينات تكون في حدود الضرورة والمتطلب لتسيير العمل نعم معالي الوزيرة معالي الوزيرة تقديري يرجع للسياسة العامة للحكومة ويرجع لأداء نعم معالي الوزيرة الذي قال وقت أعتذر منك معالي الوزيرة الذي قال وقت سؤال أخير لماذا لا يتم من قبل الحكومة تقديم متحدث يعني للرأي العام للإعلام يوضح كل ما يحصل من لبس أو ما يتحدث أو ما يعني ينشر عن الحكومة وعن التعيينات وعن المؤسسات الحكومية لماذا نرى الوزراء يصمون أذانهم ولا يتجاوبون مع وسائل الإعلام هذا قصور فعلا يعني مع الحق المفترض أن يكون هناك متحدث باسم الحكومة يوضح يعني يجلي كل هذه يعني الإشاعات وهذه يعني الأحاديث أحيانا في أشياء كثيرة مغلوطة يعني خصوصا استقاء معلومات من وسائل التواصل الاجتماعي هذا يعني أمر كارثي لأننا نعرف أنها محل منافسات سياسية ومزايدات فقط لا غير يعني نعم بالتأكيد هذا قصور وإن شاء الله نتلافاه يعني نعم شكرا جزيلا لك معالي وزير شؤون القانونية الدكتورة نهال عولقي على سعة صدرك وعلى مشاركتك معنا للتوضيح بعض التساؤلات التي يطرحها الجمهور ونحن هنا يعني نقف مسافة واحدة من أجل أن نظهر الحقيقة لأن شكرا جزيلا لك معالي وزير الشؤون القانونية عودة أخيرة للصحفي الأستاذ نبيل الأسيدي وتأخرت عليك كثيرا أستاذ نبيل معذرة سؤال أخير فقط أودعك فيه هذا الحماس وهذا الجهد الكبير الذي يبذله الأستاذ نبيل الأسيدي في توضيح ما يتم من تعيينات في صفوف الشرعية وإظهار للرأي العام وهي خطوة جميلة لكن البعض له مآخذ على الأستاذ نبيل يقول لم نرى الأستاذ نبيل ينشر أيضا الفساد الذي قامت به الميليشيا والانقلاب الذين أسقطوا الدولة برمتها وما فساد الشرعية إلا عبارة عن قطرة في بحر لقد نشرت الكثير والكثير والكثير فيما يخص الميليشيات التي أسقطتها الدولة لا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك لكني هنا أركز دائما على الشرعية لماذا؟ لأن هناك فرق بين الميليشيات والدولة والحكومة والشرعية المعترف بها محليا ودوليا وبالتالي فالمفترض عليها أن لا تنزل إلى حضيض الميليشيات ولا إلى مستنقع العبثية كنت أتمنى أن أسأل وزيرة الشؤون القانونية من هو مدير مكتبها؟ أليس نقلها؟ أيضا من هو وكيل وزارة الشؤون القانونية أليس حسين بن أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء هذا أقرب مثال على ذلك يعني شكرا. أحب أن أقول أن هناك يعني تم إنه هناك العدد الأكبر تم توظيفهم في السفارات وفي الخارج وكنت أتمنى أن يكون هناك أحد عن وزارة كنا ونحن كنا نتمنى مثلك أستاذ نبيل كنا نتمنى مثلك أيضا أن يكون معنا أحد المسؤولين تواصلنا مع مدير مكتب رئيس الجمهورية للأسف لم يتجاوب معنا وأيضا بعض الوزراء كانت الدكتورة نهال ربما هي أكثر من تجاوب معنا ونشكرها شكرا جزيلا شكرا لك أيضا على مشاركتك معنا أحب أن أقول هذه الكلمة هذه فقط أنا أتحداهم عبر هذه المنبر أن يثبتوا عكس ما أقوله وأنا مستعد لتقديم نفسي لأي محاكمة شكرا جزيلا لك الصحفي عكس ما أقوله نعم شكرا لك الصحفي نبيل الأسيدي كنت معنا عبر السكايب من جنيف على مشاركتك معنا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين شكرا لمعالي وزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي الشكر أيضا للدكتور عادل الشرجبي
أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، والشكر أيضا للصحفي نبيل الأسيدي، والشكر لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معدات الحلقة الزميل وديع عطا، منتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين. السلام عليكم ورحمة الله.